إنجزام الولاية الفتية بموقعها الخاص ومقوماتها الطبيعية جعلتها تشهد حركية تنموية في مجالات متعددة. قطاع الطاقة منها محطة إنتاج الكهرباء بالتوربينات الغازية بقدرة 42 ميجاوات، وكذا مشروع توسيعتها تعزيز القدرة الإنتاجية من الكهرباء، بالإضافة إلى محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجاوات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، والتي تتربع على مساحة 15 هكتارا. المشروع هذا مهم جدا للمستقبل. رانا هجلنا اليوم في سون الغاز 50 ميجاوات، هذه يعني كعينة من المشروع الكبير اللي رانا نخدمه فيه تاع 50 ميجاوات في كل ولاية الجنوب. المشروع هذا يتضمن كذلك توسعة من ناحية الشبكة ليصل إلى كل نقاط ولاية عين قزام من الساكنة أكيد، وكذلك المستثمرات الفلاحية المبرمجة في الولاية، وكل الأعمال الصناعية والحاجيات على مستوى الاقتصادي بالنسبة للولاية. مشاريع استراتيجية سمحت بتوفير الكهرباء ومنها تجسيد التكامل القطاعي، حيث يتم ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. لحد الآن كنا مستغلين يعني نسبة قليلة من المستثمرة نظرا لعدم وجود الكهرباء، لكن الحمد لله اليوم هذا وجود الكهرباء راح يعطينا حافز قوي جدا ودفعة إلى الأمام إن شاء الله. مناجم الذهب ثروة أخرى تزخر بها إنجزام، وهنا لقاء للشباب الحرفي المستفيد من عقود الاستغلال مع الوصاية. كان ما عطاناش الثقة، ما نكونوش اليوم الحمد لله قدرنا نحققوا إنتاج يصل ل 250 كيلوغرام اللي حققته هذه المؤسسات بإمكانياتها الذاتية تقريبا جد بسيطة. هي مشاريع طاقوية جديدة تفتح آفاقا اقتصادية واعدة تسهم في التنمية المحلية بجنوبنا الكبير.